كيف تجذب اي فتاه دون ان تتحدث اليها السلام عليكم قد يكون من السهل نيل اعجاب الفتيات عندما تكون بارعا في الكلام ومتقنا لفن الحديث ولكن ماذا لو لم تكن كذلك وخصوصا اننا لم نعد نملك تلك المهارات الفذه في التعبير اللغوي ونظم القصائد كما كان اجدادنا من قبل في الواقع اليوم يوجد بحث هائل عن طرق فعاله لجذب الفتاه دون التحدث اليها واليك الخبر السار لقد اثبت علم النفس ان القسم الاعظم من الانجذاب العاطفي يحدث فعلا قبل البدء باي كلام مع الطرف الاخر لذا فانت لا تبحث عن شيء مستحيل في هذا الفيديو سأوضح لك كيف يحدث ذلك الانجذاب ما قبل التصريح من خلال خطوات عملية مثبتة وسهلة التطبيق على أرض الواقع. تعال معي. النصيحة الأولى اخرج من خلف الكواليس. لن تراك أي فتاة وأنت تعيش على الهامش وخلف الكواليس. لذلك يجب أن تلقي نظرة فاحصة على أسلوب حياتك لتعرف ما هو الذي يميزك عن غيرك ويجعلك تستحق الإعجاب. فمهما ظننت أنك شخص عادي وممل لا بد أن تملك شيئا خاصا بك يمكن أن تستثمره في جعل حياتك أكثر إثارة وغموض لأن الفتاة تقدر هذا الغموض في حياتك جدا وتنجذب للرجل الذي لديه مواهب خاصة أو أسلوب حياة فريد وشخصية مميزة لذلك توقف عن كونك عاديا وانفض الغبار عن حياتك واكشف نفسك من جديد اليوم لتتقدم نحو مسرح الحياه بثقه وضمان اكبر لنيل اعجاب الجمهور. النصيحه الثانيه تواجد بالقرب منها يجب ان تكون امام ناظري الفتاه لوقت كاف اذا كنت ترغب في لفت انتباهها حقاً. لذلك سيكون من الجيد أن تشاركها بعض الاهتمامات من بعيد كأن ترتاد نفس المقهى أو المكتبة أو النادي الذي ترتاده هي في العادة. هذا سيمنحها فرصة للتعرف عليك عن قرب قبل أن تبادرها الحديث عندما ترغب في ذلك. العلامة الثالثة: انتبه للغة جسدك. ربما تسمع كثيرا عن أهمية لغة الجسد وقواعدها ولكنك لا تزال تهملها لأن اللاوعي لديك هو الذي يتولى القيادة في معظم المواقف. لغة الجسد يا عزيزي تحتاج جهدا لفهمها والتعود عليها في جميع الأوقات. لكنها في الواقع تستحق ذلك الجهد المبذول لأن لها تأثير سحري على علاقاتك وحياتك وعندما تستخدمها فقط بالشكل الصحيح. لذلك يجب أن تدرب نفسك على استخدام لغة جسد إيجابية كشد الكتفين ورفع الذقن ومباعدة الأطراف عند الجلوس والمشي بثقة وبهدوء مع النظر بمستوى أفقي ويجب أن تركز أيضا على التواصل البصري كأن تنظر بعفوية للفتاة التي تعجبك لتحثها على النظر إليك بدورها دون خوف من تلاقي النظرات لأنه أمر إيجابي إذا حدث ذلك بشكل عفوي. ولكن على اي حال يجب ان تتجنب هذه النظرات اذا كانت الفتاه متحفظه او اذا لاحظت استيائها من ذلك. شاركها الطعام. الطعام والحب كلاهما يرفعان هرمونات السعاده لديك. لذا فليس من الغريب ان يؤدي احدهما الى الاخر. وقد اثبتت دراسه نشرتها احدى المجلات العلميه والنفسيه المتخصصه عام 2014 ان تقديم الطعام وتشاركه يزيد من الترابط العاطفي بين الافراد لذا ليست فكره سيئه ان تقدم لزملائك في الدراسه او المكتب التي هي من ضمنهم طبعا بعض الحلوى المنزليه او شرائح من البيتزا الساخنه التي لا يمكن رفضها فقد يكون مفعول ذلك اقوى مما تتوقع اضف الى ذلك ان النساء يجدن الرجال البارعين في المطبخ جذابين للغاية، نعم، ابني قاعدة اجتماعية، لقد أكدت الدراسات أن الفتيات ينجذبن بشكل أكبر نحو الرجال الذين يمتلكون شعبية واسعة في محيطهم، لأن ذلك يوحي لهن بالقوة والسيطرة والقدرة على التأثير، ويبين قدرتك على تقبل الآخرين وكسب ودهم رغم اختلافهم. هذا نوع مرغوب من الذكاء الاجتماعي، لذلك انتبه جيدا لمحيطك وابني علاقات قوية مع أصدقائك وزملائك في العمل أو في النادي أو حتى في الدراسة. وحاول أن تحافظ على علاقاتك القديمة مهما تباعدت المسافات والأزمان لأنها لا تزال تمثل نقطة إضافية في رصيدك الاجتماعي. تحلى بالرجولة مع مطلع هذا القرن، حدثت تغيرات جوهرية في توازن القوى في العالم. سادت ثقافة جديدة فرضت على الرجال أن يصبحوا أكثر نعومة وحيادية، وأن يتجردوا من بعض صفات الرجولة التي كان متعارفا عليها في الماضي، ليكونوا أكثر ألفة وليتمكنوا من الاندماج مع قوانين العالم الجديد. لكن لا يبدو أن النساء تغيرت بنفس الطريقة. حيث لا تزال المراه اليوم تفضل تلك الصفات الرجوليه التي كانت جزءا من الرجل في الماضي ولا نقصد بذلك الهمجيه والخشونه والصوت الهادر لا بل نشير هنا الى الجراه والشهامه والقدره على القياده والحمايه والاحتواء حيث لا تزال المراه تشعر بالامان عندما تلاحظ هذه الصفات لدى الرجل حتى بعد ان استقلت عنه في القرن الحادي والعشرين اهتم بنفسك قد يغفل بعض الرجال هذه النقطه لاعتقادهم بان اهتمام النساء لا يتمحور حول مظهر الرجل ولكن لم نجد للاسف مصدرا واضحا يؤيد هذه المعلومه وقد اكدت الابحاث بان المراه ايضا تهتم بمظهر الرجل ولكن بطريقه مختلفه حيث تتجه انظارها بشكل اساسي الى بنيته الجسديه ولحيته وملابسه ولحسن الحظ لا يبدو هذا امرا صعب التنفيذ لذلك كرس بعض الجهد لبناء جسد قوي جذاب، تخلص من الكرش، وأعد التفكير في اختياراتك للملابس التي تناسب سنك وعملك وشخصيتك. ويمكنك أيضا الاستعانة بإحدى صديقاتك لتساعدك في ذلك كونها تستطيع فهم تفضيلات النساء أكثر منك. ولا تنسى أيضا أن المرأة تمتلك ذاكرة شمية قوية، ومن الأفضل أن تكون صورتك مرتبطة في ذهنها. برائحة جذابة لتجذب اهتمام الفتاة عليك أن تقوم بخطوة أخرى وهي إبهارها بنجاحك لا يوجد حاجة للنقاش حول أن الرجال الناجحين عمليا هم أكثر فئة تنجذب لها النساء وهم المؤهلون أيضا لاقتناس أكثر النساء جاذبية في الصنف البشري وبالطبع هذا لا يعني انك يجب ان تكون ايلون ماسك لتتمكن من جذب انتباه الفتيات بل يكفي ان تبهرهن بمهاراتك العمليه والتزامك وطموحك الكبير الذي سينعكس عليك بالنجاح الذي تحلم به يوما ما. اجعلها تشعر بانك صعب المنال لا يمكن ان تنظر اليك المراه باعجاب اذا شعرت بانك اصبحت متيما بها فجاه بل ستكابر وستجبرك على ملاحقتها لترضي غرورها اكثر. لذلك احرص على الا تصرح لها باعجابك او ان تبالغ في اهتمامك بها قبل ان تتاكد من انها تبادلك نفس المشاعر حقا وبان الكره اصبحت في ملعبك. لا تنسى مشاركه رابط الفيديو مع الاصدقاء، الضغط على زر الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس وكتابه التعليقات. اراكم في فيديو جديد قادم اجلبوا المزيد من الاصدقاء وتعالوا للمشاهده السلام عليكم